السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الخامس الابتدائي. معانا النهاردة مادة الدراسات الاجتماعية، هنشرح الدرس الأول. معانا الدرس الأول للصف الخامس الابتدائي مادة الدراسات الاجتماعية، وده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن موقع بلدي. هندخل في شرح الدرس الأول وهو موقع بلدي من سلسلة البسيط في تبسيط مادة الدراسات الاجتماعية. بيقول عندي أولا الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. يبقى هنعرف دلوقتي إن إحنا عندنا موقعين، موقع جغرافي والموقع الفلكي. الموقع الجغرافي هو المكان بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لليابس والماء. يبقى الموقع الجغرافي هو المكان بالنسبة لليابس والماء. عكسه الموقع الفلكي، هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. هنمسك واحدة واحدة ونتكلم عن الموقع الجغرافي وعن الموقع الفلكي. بيقول تتمتع مصر بموقع فلكي وجغرافي متميزين. ميز مصر ما بين دول العالم، فهل تعرف الفرق ما بينهم وأهميتهم بالنسبة لمصر؟ الخريطة اللي قدامي دي هي بتوضح الموقع مصر الجغرافي والفلكي. الموقع الجغرافي زي ما قلنا هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء. ده بنعرف منه ايه او بيوضح لنا ايه؟ بيوضح لنا مساحة مصر 1,000,000 كيلومتر مربع. تقع مصر شمال شرق قارة افريقيا، وهي ملتقى قارات العالم القديم. قارات العالم القديم زي ما كنا عارفينهم مع بعض السنة اللي فاتت، وهم ايه؟ اسيا وافريقيا واوروبا. طب لما نيجي نتكلم عن حدود مصر، هنلاقي عندنا الحدود طبعا اخدنا الاتجاهات احنا في الترم في سنة معانا في سنة رابعة السنة اللي فاتت. اخدنا الحدود مع في سنة رابعة السنة اللي فاتت، وعرفنا ان في شمال وجنوب وشرق وغرب. يبقى من الشمال ايه اللي بيحد مصر كده؟ من الشمال هو البحر المتوسط، ومن الجنوب دولة السودان، ومن الشرق البحر الاحمر، ومن الغرب دولة ليبيا. طيب ايه النتائج اللي ترتبت على موقع مصر الجغرافي المتميز؟ لما جانا سؤال كده في الامتحان احنا عرفنا موقع مصر متميز، ايه اللي ترتب على كده؟ ايه لما مصر موقعها متميز، ايه اللي ترتب على كده؟ قال لي سهولة الاتصال بالعالم تجاريا وحضاريا، خاصة بعد حفر قناة السويس. ده كده عرفنا فيه الموقع الجغرافي. ننتقل بعد ذلك لتوضيح الموقع الفلكي. زي ما قلنا الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. ايه وجه الشبه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض؟ اللي هي خطوط وهمية رسمها العلماء على خرائط ومجسمات الكرة الأرضية. يبقى هي ايه؟ هي خطوط وهمية رسمها العلماء على خرائط ومجسمات للكرة الأرضية. طيب ايه؟ طيب بنستفيد منها ايه؟ او لو جانا سؤال ليه موجودة خطوط الطول ودوائر العرض على مجسمات الكرة الأرضية، هيقول لنا لتحديد الموقع بدقة على سطح الأرض. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الموقع الفلكي لمصر هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، وده يسمى شبكة الإحداثيات. لما نيجي نعرف خطوط الطول هنلاقيها ايه؟ هي انصاف دوائر، انصاف نصف دائرة، انصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي. زي ما قلنا لما تيجي تحط قدامك الخريطة، شمال فوق عند راسك، جنوب تحت عند رجليك، ايدك اليمين هتبقى شرق، ايدك الشمال غرب. يبقى هي انصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. تبدأ خطوط الطول بخط الطول الرئيسي وهو جرانيتش، درجته صفر. ننتقل بعد ذلك لأهمية وجود خطوط الطول على الخريطة. قال لي أهميتها ايه؟ هي بتحدد لي المواقع على سطح الأرض شرقا وغربا، تحديد الزمن وفروق التوقيت ما بين الأماكن. ونلاحظ أن يتفق التوقيت في المدن الواقعة على خط طول واحد مثل مدينة القاهرة والخرطوم. يعني أي مدينتين هيبقوا موجودين على خط طول واحد هنلاقيهم متفقين في التوقيت.
ويختلف التوقيت في المدن الواقعة على خطوط طول مختلفة مثل القاهرة وتونس. لما نيجي نبص على الخريطة هنلاقي ان القاهرة موجودة على خط طول غير خط طول تونس، هنلاقي هنا في فروق في التوقيت. جيب لنا سؤال هنا هنوضح بيه الفرق الاختلاف في التوقيت على سطح الكرة الأرضية من مكان لآخر. بيقول لي بما تفسر اختلاف التوقيت على سطح الكرة الأرضية من مكان لآخر بسبب ايه؟ قال لي بسبب دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس. يبقى بسبب ايه؟ بسبب دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس. بتدور من ايه لايه؟ تدور من الغرب الى الشرق مرة كل 24 ساعة، مما ينتج عنه شروق الشمس على الاماكن الواقعة في شرق خط جرانيتش قبل الاماكن الواقعة غرب الخط، اي غرب خط جرانيتش. طب ده بينتج عنه ايه؟ اللي يبلغ الفرق في الزمن بين كل خط طول واخر 4 دقائق. يبقى ما بين كل خط طول والتاني الفرق ما بينهم يرجع يقدر ب4 دقائق. يضاف التوقيت اذا اتجهنا شرقا، اي يزداد كلما اتجهنا شرقا يزداد التوقيت، ويطرح من التوقيت اذا اتجهنا غربا، اي يتم تقديم الساعة بالاتجاه شرقا وتأخيرها بالاتجاه الى الغرب. طب هيجيب لي بعد كده خطوات، هيوضح لي ازاي، هنوضح مع بعض ازاي ناخد خطوات حل مسائل الزمن. مسألة الزمن دي هنحاول نحلها مع بعض. في الأول هناخد نبذة عن إزاي نحل مسائل الزمن. أول حاجة قال لي هنحسب الفرق ما بين عدد الخطوط، هنحسب الفرق ما بين إيه؟ عدد الخطوط. تاني حاجة حساب الفرق في الزمن بين المكانين، حيث يضرب عدد خطوط الطول في 4 دقائق. يضرب عدد خطوط الطول في 4 دقائق، زي ما عرفنا مع بعض ان ما بين كل خط زمن يقدر بكام؟ ب4 دقائق. اذا كان المطلوب معرفة زمنه واقعا شرقا، لو كنا عايزين نعرف التوقيت ده فين، معرفة زمن التوقيت ده شرقا، هنضيف الفرق في الزمن الى الخط المعروف. اما اذا كان غربا فهيطرح الفرق في الزمن من زمن الخط المعروف. طيب ناخد مثال كده ونحاول نحله مع بعض. بيقول لي اذا كانت الساعة 10 صباحا في مدينة لندن التي تقع على خط جرانيتش، فكم تكون الساعة في الاسكندرية الواقع على خط طول 30 شرقا؟ قال لي الفرق ما بين، هناخد الاول زي ما قلنا فوق في خطوات حل مسألة الزمن، الفرق بين خطوط الطول في المدينتين الاسكندرية وقع على خط طول 30 شرقا، اما لندن فهي تقع فين؟ على خط جرانيتش، وهو ده البداية. يبقى نرمز ليه بكام؟ بصفر. يبقى 30 ناقص صفر يساوي كام؟ 30 خط طول. بعد كده هنحسب الفرق في الزمن ما بين المدينتين، قلنا ما بين كل خط كام؟ 4 دقائق. هو كده الخطوط كام؟ 30. يبقى هنضرب 30 في 4 دقائق، هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 120 دقيقة، اي يساوي ايه؟ يساوي ساعتين. الاسكندرية تقع شرق جرانيتش، اي كده هنعمل ايه؟ هنضيف الفرق في الزمن، اي ان التوقيت في الاسكندرية يساوي 10 + 2 يساوي 12 ظهرا. يبقى عندما تكون الساعة 10 في لندن ستكون الساعة في الإسكندرية 12 ظهرا. هنعرف بعد كده دوائر العرض، اللي هي دوائر وهمية أفقية متوازية غير متساوية. يبقى أفقية غير متساوية تحيط بالكرة الأرضية. دائرة الاستواء، دائرة الاستواء يعني ايه دائرة الاستواء؟ اللي هي اكبر دائرة عرض هي دائرة الاستواء. دائرة العرض الرئيسية ودرجتها 0. يبقى تعريف دائرة الاستواء هي اكبر دائرة عرض، وهي دائرة العرض الرئيسية ودرجتها 0. هي تقسم الكرة الارضية الى نصفين متساويين شمالي وجنوبي. بما تفسر أهمية دوائر العرض؟
بتفيدنا في ايه يعني دوائر العرض، ولا هي ايه هي اهميتها دوائر العرض؟ قال لي بتساعد في معرفة احوال المناخ، اي الحرارة او الرياح او الامطار. ايضا بتحدد موقع المدن شمالا وجنوبا، بتحدد موقع المدن شمالا وجنوبا. يبقى كده عرفنا اهمية دوائر العرض، هي بتساعد في معرفة احوال المناخ زي الحرارة وزي الرياح وزي الامطار، زي اذا كان جو صيف او شتاء. وايه تاني بتحدد لي موقع المدن شمالا وجنوبا؟ نلاحظ ان دوائر العرض تصغر تدريجيا كلما اتجهنا شمالا او جنوبا، شمالا اللي هو اتجاه الرأس فوق، وجنوبا اتجاه القدم تحت. دوائر العرض زي ما قلنا ايه، نلاحظ انها تصغر تدريجيا كلما اتجهنا شمالا او جنوبا من عند دائرة الاستواء، حتى تصبح مجرد نقطة نقطة عند كل من القطبين. القطب الشمالي درجته 90 شمالا، أما القطب الجنوبي فدرجته 90 جنوبا. دائرة الاستواء أو خط الاستواء اللي هو في النص ده، أدي الاستواء وده درجته بتكون صفر. عندي مدار السرطان ودرجته 23.5 شمالا، وعندي مدار الجدي ودرجته بتكون 23.5 جنوبا، وعندي بعد كده الدائرة القطبية الشمالية وهي درجتها 66.5 شمالا، والدائرة القطبية الجنوبية ودرجتها 66.5 جنوبا. المفاهيم دي ثابتة ومهمة، لابد من ان احنا نكون حافظينها ونعرفها لانها هتستمر معانا. يبقى خط الاستواء ده مركزه ده دايما بيكون ايه؟ صفر. مدار السرطان درجته بتكون 23.5 شمال دائرة الاستواء، ومدار الجدي بيكون درجته 23.5 جنوب دائرة الاستواء. نستنتج من الخريطة أن مصر تقع بين دائرتي عرض 22 درجة شمال خط الاستواء، و31.5 شمال خط الاستواء، وبين خطي طول 25 و37 شرقا، أي أن مصر تقع بالكامل شرق خط جرينتش. وكده بيمر مدار السرطان جنوب مصر. طب ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لمصر أدى إلى وقوع معظم أراضي المصرية ضمن الإقليم الصحراوي الحار، فيما عدا الأراضي الشمالية على سواحل البحر المتوسط التي تقع ضمن إقليم البحر المتوسط. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس الأول للصف الخامس الابتدائي. كده نقدر نتوجه إلى التدريبات. كان معكم أخوكم في الله محمد محسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروا شرح بقية منهج الصف الخامس الابتدائي.